الكره الى مكان وقوع الخطا الى 30 متر بالضبط. تعرف اذا نفذ رافائيل ماركيز ما لازم شويه ينفذها رافائيل ماركيز. دو سانتوس ماركيز، دو سانتوس يخليها له وتصطدم بالجدار. ثم تولالون يخرج هذه الكره للتماس بعد تدخل جيوفاني دو سانتوس. تاز المباراه لحد الان بعد مرور 20 دقيقة لعب، التعادل دائما سيد الموقف، 0-0. الإيرغواي في أحسن رواق بعدما فازت على منتخب جنوب إفريقيا. الإيرغواي الذي سيواجه المكسيك في المباراة الثالثة، في حين فرنسا ستواجه منتخب جنوب إفريقيا. التعادل يرضيه المنتخب الفرنسي. التغطية من ويليام غالوس، أوه على مرتين من أمام فيلا، المهاجم السريع والخطير. التغطية ممتازة من ويليام غالوس، خبرة وتجربة كبيرتين. مباراة رقم 83 يلعبها مع المنتخب الفرنسي، حتى هو سجل أهداف، سجل 5 أهداف مع منتخب فرنسا في 83 مباراة. ممتازة الكرة هذه في العمق لفيلا، التغطية من ويليام غالوس، ترجع لسالسيدو يقفها برجله اليمنى، يلعبها في الوسط مع رفيقه تورادو لماركيز. ماركيز من هناك يوصلها مباشرة لرفيقه أوزوريو. صعب الكرة هذه لصالح دو سانتوس. أوزوريو خرجت، راحت للتماس لصالح منتخب فرنسا. رجع المنتخب المكسيكي، فهذه هي الأثناء في الدقائق القليلة الماضية بعد ما كانت البداية فرنسية. منذ بداية المباراة عاد المنتخب المكسيكي، صار يستحوذ على الكرة ويضغط ويلعب في منطقة المنتخب الفرنسي. أنيل كابراس أبو ديابي، شفناهش كثيرا ابو ديابي، طبعا رجل المهمات الصعبه، رجل الصراعات، رجل الاسترجاع في تشكيله المنتخب الفرنسي. فاجأ الجميع في المباراه الاولى امام منتخب الاوروغواي بالاداء الممتاز الذي لعبه دو سانتوس. يسترجع هذه الكره رفقه خواريز، ثم الانطلاقه من مالودا سريع جدا وخطيره. مالودا لريبيري، مراوغة ممتازة. أبو ديابي ناحية سيدني كوفو، الحكم ما قال ولا شيء. تسترجع الكرة من بكاري سانيا وكذلك جيريمي تولالون، يبقى محتفظ بهذه الكرة. أبو ديابي يطلبها في الوسط، توصلوا ريبيري، توصلوا كذلك ريبيري. أبو ديابي، أبو ديابي لأبيدال، أبيدال من هناك إفرا، يفضل الكرة لمن؟ ناحية بكاري سانيا على الجهة اليمنى. ريبيري يطلبها، توصلوا من الخلف من مثل هذه الاماكن، خطير جدا ريبيري. ابو ديابي حيله ممتازه ضعت له الكره هذه، وفي خطا، في خطا يقول حكم المباراه لصالح رافائيل ماركيز. يلعبها في الوسط مع رفيقه دو سانتوس. دو سانتوس يبحث عن فيلا وبكاري سانيا يتدخل، الحكم خلى الافضليه سيدني كوفو لويليام غالوس. يوصلها مباشرة لمالودا، فعلا مالودا خطير اليوم، كرات كثيرة المسها، شكل خطورة على دفاع منتخب المكسيك. توصل لنيكولا أنيلكا جنبه باتريك إيفرا، يوصلها لريبيري. إيفرا مرة أخرى، أنيلكا يطلبها من هناك. مالودا محاولة المراوغة، مالودا دائما تبقى عنده الكرة. مالودا أمام زوج لاعبين، مالودا يبحث عن الركنية، فعلا ينالها، يستفيد من ركنية المهاجم فلورون مالودا. 30 سنة لاعب نادي تشيلسي على الصورة. ثالث ركنية للمنتخب الفرنسي منذ انطلاقة المباراة. لعبنا 23 دقيقة لعب لحد الآن، 0 فرنسا، المكسيك 0. الملعب تقريبا أغلبيته ملون بالأخضر والأحمر والأبيض، ألوان المنتخب المكسيكي. ريبيري يلعب عرضية مباشرة مع رفيقه بكاري سانيا، ترجع للقائمة الثانية. ممتازة، صعبة صعبة. نيكولا أنيلكا كان في وضعية ممتازة، ولكن التغطية كانت من فرانشيسكو رودريغيز، يخرجها للتماس دائما لصالح المنتخب الفرنسي. هذا هو رودريغيز، 29 سنة لاعب بيس في أندوبن، متر و92 سنتيمتر، قامته الطويلة تسمح له بالتقاط الكرات الطويلة العالية. بكاري سانيا في تنفيذ هذا التماس،